احنا محتاجين ان كل ايد مصري وكل خبرات وكل طاقة عمل وكل جهد مخلص يشتغل معانا عشان نتجاوز ما نحن فيه. ما تنسوش ان احنا من 2011 لدلوقتي زدنا 25 مليون. زدنا 25 مليون. يا ترى انتاجنا الزراعي زاد حتى لل ما يساوي زيادة السكان ال 25 مليون؟ وتوقف قدام التجربة اللي انت قلتها فيما يخص القمح اللي مخلوط بالذرة. لما حد يتكلم في الموضوع ده يقول لك ايه ذرة ايه؟ يعني احنا ما بنقولش يعني ما يغيرش كتير في المواصفات طعم وشكل. بنقول حاجة معقولة كده. بنقول حاجة معقولة في إذا كنت أنا فاهم. إذا كنت أنا فاهم طبعا. يعني ما بيغيرش لا في طعمه ولا في شكله. أيوة. ولكن في النهاية أنت بتتكلم في 20%. 20% مش كده؟ فلو كان النهاردة احنا بنستخدم يعني بنستخدم حوالي 17 مليون طن مش كده ولا ها؟ 18 مليون. دكتور مصطفى يعني بينكد عليا أكتر يعني ماشي. يعني على كل حال كلهم طبعا ما بيتعملوش عيش يعني، لكن بيخش في انتاجات اخرى مكرونه وكلام من هذا القبيل. ولكن هنقول على الاقل لو قلنا مثلا 10 12 مليون طن للخبز، فانت لما تيجي تقول ال 20% منهم يعني 2 مليون طن. 2 مليون طن انت بتضطر، لان احنا لغايه دلوقتي ومهما عملنا لن نستطيع ان احنا انتاجنا من القمح يغطي احتياجات، فبنضطر نجيبه من بره. لكن الذره ممكن، لانه هو حتى ليه توقيت مختلف شويه. صيف يا فندم اذا كنت انا فاهم مش كده يا محمد؟ مختلف عن القمح، فممكن قوي يغطي لك جزء منه، جزء من البديل للقمح يعني، او مع خلطه القمح ل 2 مليون طن. حد يقول لي طب انت هتعمل كده؟ انا بقول لكم عشان انا راجل صريح، لو انا اعمله 2 مليون طن قمح ثمنهم كام؟ 600 مليون دولار مش كده؟ ايوه 600 مليون دولار. طب هو اكتر حسب سعر طن القمح. ممكن كان السنه اللي فاتت لما في الازمه وصل لاكتر من كده، اكتر من 400 500 مليون دولار للطن للمليون طن. اذا لو النهارده اقدر اعملهم هنا اعملهم ولا ما اعملهمش؟ اكيد نعملهم. نعملهم لان تكلفته هتقل علينا وهيبقى يوفر عليا مثلا 400 500 مليون دولار 600 مليون دولار في استيراد اللي هم ال 20% اللي انا بتكلم عليهم. طب حد يقول لي طب ده هيبقى موجود وده هيبقى موجود. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم جنيه وربع. جنيه وربع. اصل في ناس ما تحبش تتكلم يعني. في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع بعد ما كانت الدوله بتحط 20 30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120 130 مليار. مش كده يا دكتور معيد؟ الرغيف ده ابو خمسه ساخده ثمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بذره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا. طب انا موافق، انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجة الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تأذيه. لكن طب ما هو ممكن النهارده الرغيف ده لو ب 3 جنيه و 4 جنيه و 5 جنيه في ناس تقدر تشتريه، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده. فلازم نكون متفاهمين، لأن الدولة في النهاية موازنة، هي طاقتها المالية كده. فمعرفش دكتور مات ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش، وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟ ما تتكلموا تقولوا حاجه، ما تقولوا الحكايه ايه للناس؟ ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش؟ ما تقولوا ليه؟ لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقيه هضاعف ثمنها مرتين.
طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاته، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيه اتنين وتلاته. انا بتكلم لو انا النهارده مواطن بدفع 100 جنيه في الشهر، لو انا عايز ادي ابيع له الكهرباء بسعرها اللي بيكلفوني دلوقتي اخد منه 300 جنيه. طب احنا بنعمل كده؟ لا. طب بنعمل ايه؟ برضو بشرحها من باب ايه؟ انا بتحمل المسؤوليه امام الله قدامكم عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعه، مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثة. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول قد كده، طب يعني بتدفعش ليه؟ اصل انا اللي باخده اقل من الثمن، وبالتالي انا مديون لوزارة البترول. طب وزارة البترول انت عندك مشكلة في ايه؟ يقول لك ما انا بديله الحاجة بأقل من ثمنها، فأنا عندي مشكلة في ان انا اجيب البترول والطاقة اداها له بالثمن دوت، وبقيت الشركات اللي شغالة معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا.